بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم أيها الأحبة ورحمة الله وبركاته. الأسرة النواة الأولى للمجتمع، وإذا صلحت الأسرة صلح المجتمع. وهنالك هم يحمله كل رب أسرة، كيف لي أن أصنع أسرة مثالية؟ أسرة مثالية تنتج جيل مثالي يعتمد عليه المجتمع. هذه الليلة إن شاء الله في قرية المرخ الحبيبة في مأتم المرخ سوف يكون حديثنا حول الأسرة المثالية الإسلامية. انتظرونا.